قلتنا ريف عقيل من باريس. ريف يعطيك العافية، من شوي كنا بمداخلة مع المكنة الانتخابية للتيار الوطني الحر، في كلام عن أنه بدهم يقدموا شكوى أو بدهم يطلعوا بيان حول حادثة حصلت في قلم الاقتراع في باريس وحصول يعني إشكال. هل لك أن تطلعينا ما هو هذا الإشكال الذي حصل؟ هل حصل اعتداء؟ هل حصل يعني تضارب؟ أو هو اقتصر بس على سجال ريف؟ تفضلي. نعم جوزيفين، بالفعل ما تتحدثين عنه حدث في لاميري دو سانكيام. نحن كنا هناك وسجلنا بعدسة كاميرا الجديد وبهاتفي شخصيا ما حدث خلال هذا النهار الانتخابي. في الواقع كان هناك يعني أعداد كبيرة من الناخبين التي كانت تنتظر دورها للإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع. ما حدث أنه بأحد العاملين في الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، وهو كان يرتدي يعني تيشيرت لونها برتقالي عفوا، تحدث الى المواطنين قائلا يعني من يصوت في القلم رقم 28 فليتقدم. هذا الامر ازعج احد المواطنين. اود الاشاره بان هذا المواطن لم يتعدى بالضرب على الشخص المينتمي الى ماكينه التيار الوطني الحر، وانما حصل تلاسن. هو قال له الا تخجل ان تتحدث الي وانت ترتدي هذه يعني الثياب، انتم الذين دمرتم لبنان، تقولون أن هذا العهد القوي، ولكن هذا العهد هو الذي أعاد لبنان سنين إلى الوراء ودمر هذه المنظومة، دمرت لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. هذا ما حدث بين الشخصين، ثم عادت وهدأت الأمور بعدها. يعني هذا الأمر كان قد استفز الكثير من المواطنين الواقفين هناك. بعدها عمد شخص آخر إلى التوجه إلى هذا الشخص مرة ثانية، وهو قائل له أنا لا أرضى بأن توجه لي أي إرشادات أو أي توجيهات حول سير هذه العملية، أنا لا أريد لأي شخص ينتمي إلى أحزاب هذه السلطة أن يتوجه لي، أنتم دمرتم هذه البلاد، أنا مع الثورة وأنا لا أريد أن أخضع لتعليماتكم. هذا ما حدث، ولكن المؤكد أنه حصل فقط تلاسن ولم يحدث أي تضارب، يعني تلاسن وربما القليل من التدافع، لا أكثر ولا أقل. هذا يعني تم تضخيم هذا الأمر في الإعلان على أن الإعلام عفوا على أنه اعتداء على ماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، ولكن هذا الأمر غير دقيق. كل ما في الأمر أن فقط الثياب التي يرتديها أو التي ترتديها ماكينة التيار الوطني الحر استفزت بعض الخاص من الحراك المدني، وهو عمدوا إلى توجيه يعني كلام ربما شديد اللهجة حول تواجد هؤلاء الأشخاص في هذا استحقاق انتخابي، على اعتبار أنه يتوجب على كل اللبنانيين بحسب طبعا الأشخاص الذين توجهوا بهذا الكلام بأن يخرجوا من عباءة الأحزاب والسلطة الحاكمة وأن يبحثوا عن التغيير الحقيقي، كونها الفرصة الوحيدة والأخيرة لكل لبنان بأن يحدث تغيير ربما يكون إيجابي للسنوات القليلة المقبلة. نحن لازلنا جوزيفين في الدائرة 15 في باريس كما نشاهد الآن بعدسة الزميل زكريا الخطيب. هذا الصف وصل الآن إلى الطريق العام، من هنا تبدأ صفوف المواطنين اللبنانيين الذين قدموا والذين ينتظرون منذ أكثر من ساعتين وثلاث ساعات للإدلاء بأصواتهم في هذا المركز الانتخابي. طبعا هذا يعني سأكمل قليلا مع الكاميرا، يبدأ هنا يمكن استكماله عند مدخل البلدية لاميري دو كانزيام، صعودا إلى الطابق الأول، حتى أن السلالم والمصاعد يعني كلها تنتظر عدد كبير جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال ساعات هذا النهار. نحن كنا داخل هذه القاعة ثم خرجنا قليلا لتغطية ما يحدث في الخارج. سمر يعني مساء الخير في البداية، أود الإشارة بأنه كل هؤلاء الأشخاص يعني هم لا يزالون ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم، ولكن هناك بعض الغضب وهناك بعض الانزعاج من هذا الانتظار. يعني كان قد روج في الإعلام بأن هناك حوالي 40 مركز موزعة على كل الأراضي الفرنسية، 9 مراكز في باريس وضواحيها، 4 مراكز أو 5 مراكز في قلب العاصمة فرنسا. كان يفترض بهذه الإجراءات أن تسهل عملية الإدلاء بالأصوات، ولكن ما يحدث أنه عندما يدخل
الشخص للإدناء بصوته ربما عليه الانتظار خاصة منذ الساعة 11 صباحا وحتى هذه الساعة ينتظر ربما ساعة أو ساعتين وربما أكثر. هذا الإجراء يعود إلى بطء في عملية التعامل مع هذا الأمر. يتقدم الناخب يعني يؤخذ الكثير من الوقت للبحث عن اسمه في لوائح الشطب، بعدها بعد البحث عن اسمه يتقدم خلف العازل للتصويت ثم العودة والتوقيع على الأوراق. هذا الأمر بعدها سيتقدم الناخب الآخر لأيضا مباشرة العملية منذ بدايتها بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. هذا الأمر يؤخر العملية الانتخابية ويجعلها تسير بشكل بطيء جدا، وربما تهدد السماح لكل الناخبين اللبنانيين أو المغتربين المقيمين هنا بالإدلاء بأصواتهم في كل مراكز الاقتراع. طبعا هذه المشاهد هي ليست هنا فقط السمر، هي أيضا في عدة مراكز بلديات دي ستيام سازيام لاميري دو سانكيام، هي متواجدة في كل مراكز باريس هذه الزحمة منذ الساعة 11 و12 ظهرا وحتى هذه الساعة. نقطة أخيرة قبل التحدث إلى بعض المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم والبعض الآخر الذي لا يزال ينتظر إتمام هذه العملية الانتخابية في داخل هذه المراكز، حصلت بعض الإشكالات أيضا. هناك بعض المواطنين، هناك بعض الحوامل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ضاقوا ذرعا من الانتظار الطويل، هم طبعا هذا يوم الأحد هم أرادوا المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ولكنهم بحاجة إلى تسهيل هذه الأمور، هم بحاجة إلى أن تكون الأمور منظمة بشكل أكبر. هناك علة الأصوات في الداخل على اعتبار أن هذا معيب ما يحدث هنا، هناك نوع من الإهانة للمواطنين، هذا طول الانتظار الكبير جدا وهو يعني غير مقبول، وطبعا هذه الأمور شكلت بعض الإشكاليات. سأنتقل الآن يعني إلى استطلاع آراء بعض الأشخاص اللبنانيين الذين يعيشون هنا في فرنسا. مرحبا. مرحبا. أنت صوتت. صح. مبروك. مرسي. اليوم ما رح أسألك أكيد لمن صوتت، بس كان عندك هيك رأي. صح. بدك تغيير، صار لك فترة عايش هون، عم بتشوف شو عم بيصير بلبنان، شو بدك تعلق على كل هذه العملية الانتخابية وهذا الاستحقاق؟ أول شيء يعطيك العافية، أول شيء كلمة أساسية إنه باريس منا برلين، باريس فيها تغيير. ما رح أقعد أعمل لا دراما ولا شيء. المغتربين اللي أنا إلي سنتين فلوا، ما فلوا لأن عبالهم يكسروا ويعملوا جولة بأوروبا، نحن شحطنا شحط، نحن فلينا وما رح أمشي بكل المشاكل اللي قطعنا فيها، كلنا بنعرفها وكلنا حافظينها. في اوكي اذا بدك بنحكي بالمؤامره او السياسه الدوليه، ايه في كل شيء، بس ما في كوربشن بلبنان بلا، ما في كل القصص اللي نحن صرنا بنعرفها، عم ننسرق، عم ننقتل، عم نعمل كل شيء. نحن تغيير ببلش من محل. انا ماني مآمن يمكن بكره بعد 4 سنين بعد 8 سنين انا بدي ارجع وغيري كله بده. نحن كل يوم بنفكر اي متى بدنا نرجع، بس تغيير بيكون والتغيير موجود وببلش فينا بكل واحد فينا. مرسي لك. كمان حضرتك اليوم صوتت، نطرته بس، ولكن انتم اصريتوا على المشاركه بهذا الاستحقاق الانتخابي. هيك بشكل كثير سريع، شو الرساله اللي بدك تقوليها؟ انت شخص عايش هون وربما يعني كنت غير راضيه على اللي شفتيه هول السنتين بلبنان. صراحه طالما انا بشوف انه طالما في نظام طائفي بلبنان ومناطقي، طالما نحن بدنا ناخذ حقوقنا على طول من زعماء الطوائف، مش رح يصير في تغيير. نحن هون فرنسا بلد علماني، نحن مش مع العلمانيين. العالم بس تقول علمانية كلهم بيتفاجئوا انه شو، لا نحن مع الدولة المدنية. من سوريا هلا الزواج المدني وهالقصص، نحن لازم نركز هلا عنه ناخذ حقوقنا، طبيب المجانية، ناخذ التعليم المجاني كمواطنين ومواطنات في دولة، مش كزعماء طوائف ولا كائتلاف مناطق. طالما في نظام طائفي بلبنان نحن لازم نشتغل عنه نغير النظام، بس يتغير النظام وقتها بصير في عنا ممكن نوصل للتغيير. شكرا لك. كمان حضرتك اليوم مقيم بفرنسا وتعم تشتغل هون، كمان أدلت بصوتك بعد انتظار طويل، خليني أقول شو هي هيك الرسالة بدك توجهها من هون؟ نحن صرنا سنتين هون بفرنسا، رسالة بنحب نوجهها لأهلنا ولشعبنا بلبنان. وين بتنتخب أي دائرة؟ أنا انتخبت بسوريان بلبنان منتخب دائرة الشمال الثانية. نعم. بالضمنية مشكلة لبنان عنده مشكلتين، هي الطائفية والفساد. هيدي هول المشكلتين الرئيسية اللي نحن بنحب نوجه رسالة لأهلنا بلبنان أنه يحاربون. ولكن اليوم المعادلة، إذا بدك تطلب بدك تحاسب الفساد، يعني يا فساد يا طائفية، بدك تنقي واحدة منهم هلا، هيك المعادلة هلا بالانتخابات. هني وللأسف هني متشابكين، الطائفية والفساد بلبنان متشابكين مع بعض واثنيناتهم بيسلفوا بعض، فهن في مصلحة مشتركة. الحل هو طبعا بدولة الإنسان، دولة المواطن، دولة
كل الناس تقدر تاخذ حقوقها مباشره من الدوله. هذا التغيير اللي بنطمح له. شكرا لك ويعطيك العافيه. كمان حضرتك اليوم عدلت بصوتك، انت مع حياتك. انا اول شيء مع اللبنانيه ضلوا متمسكين ببلادهم وينطروا فتره صغيره لو يخلص هالعهد هيدا، بركي نرجع نبني الدوله شوي شوي مثل ما لازم. بدعي كل اللبنانيين انه ينتخبوا ضد كل فريق بده يغير وجه لبنان، ضد كل فريق بيحمل سلاح، ضد كل فريق وقف بوجه الدوله. في كتير ناس بيشبهوا بعضهم اليوم مقدمين مرشحين يلي هن ضد البارودي ضد الثنائي يتفضلوا ينزلوا يلي هن بيشبهوا القوات اللبنانيه. نحن معهم. ما بدنا ناخذ انت ما نحن ما بحق لنا نصوت. انا اخذ موقف، انت ما تاخذي، انا اخذ موقف. هذا موقف. حضرتك صوتت اليوم بالانتخابات؟ انا لا ما صوتت، انا ضد التصويت بس مع الديمقراطيه. نعم. مع ان الديمقراطيه كثير التصويت يعني انت اخذ قرار بالمقاطعه؟ مش مقاطعه، ديمقراطيه انا. نعم. بخطر كثير كثير كثير. نعم. مع انه هي ديمقراطيه منيحه كثير بالنسبه لفرنسا وكذا بس خطر للبنان. لازم ننتبه شو وين رايحين وعلى سيستم وعلى دوله وعلى انه رايحين وعلى انتخابات رايحين. نحن العالم بلبنان عندنا مشكلة كبيرة كتير 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 اللي هي العالم التصويت اللي عم بتصوت عشو عم بتصوت للقضاء عم بتصوت للسناء عم بتصوت لمين عم بتصوت لحالة. يعني ربما هذا يرتبط بوعي المواطنين يعني وحرية كل شخص باختيار الشخص اللي بيمثله بالطريقة المناسبة. شكرا كثير لك سمر. يعني نحن لا نزلنا نتابع مجريات هذا اليوم الانتخابي الطويل لإدلاء المواطنين اللبنانيين بأصواتهم خلال ساعات هذا النهار. أود يعني استصراح بعض الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون دورهم. بونجور، قديش صلكم ناطرين هون لصوته؟ ما كثير، 10 دقائق. 10 دقائق بس بعد في شوية نطرة، بس اخذ قرار بدك تنطر. ايه مش مشكلة اكيد طبعا. اي شكرا لك. ميرسي. مرحبا. قديش صلكم واقفين هون بالصف؟ بعدكم جداد واصلين؟ ايه انا لا اوريدي صوتت، هو بعده واصل. نعم حضرتك هلا وصلت؟ بعدنا واصلين. نعم في نطرة جايين نعمل واجبنا الوطني بحسب ضميرنا نصوت مشان لبنان يطلع من هالأزمة اللي هو فيه. شكرا لك. ان شاء الله كده. سمر، نعم يعني هناك ايضا. نعم تفضل. نعم. شو بدك تقول عن هذا النهار الانتخابي؟ اول شيء بدي اقول انه انا كثير مبسوط شايف كل اللبنانيين عم بيجتمعوا اذا كانوا بباريس بموريال او وين ما كان. بس هيدا كمان نقطه ثانيه بدي شدد عليها انه صاروا اللبنانيين ثلاث ارباع مش عم بيعيشوا بلبنان وهيدا ما كان قرار هن اخذوه، هيدا انفرض عليهم. وتاني شيء اللي بدي اقوله انه بدي كل واحد لبناني هون اليوم يتذكر انه خلي يصوت مش لمصلحه الطائف اللي هو بيلحقها بس لمصلحته هو، لمصلحه اهله واولاده، لمصلحه البلد. وانا بتمنى انه كل لبناني يجرب يحتفظ على الايدنتيتي تبع لبنان. وانا بفرض يكون السلاح مع حدا غير مع الجيش اللبناني، وكل حدا بيجي بيقول لك انه هيدا السلاح تيدافع عن لبنان، ما في غير الجيش اللبناني لازم يدافع عن لبنان. شكرا لك سمر. باختصار هذه هي، ليس باختصار، هذه هي الاجواء في الدائره 15 من باريس حيث يدلي المواطنون اللبنانيون الذين يقيمون خارج لبنان باصواتهم في هذه الانتخابات النيابيه. يعني كما سمعنا او كما لاحظنا بالكاميرا بعدسه الزميل زكريا الخطيب، فهناك اعداد كبيره من الشبان التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي بحسب استطلاعات الرأي. وربما يعني التوجهات العامة ربما يكون يعني القرار الناخب الفرنسي عاملا أساسيا في نتائج. نعم. الانتخابات النيابية المقبلة. شكرا. وكما أشار بعض المواطنين الذين استصحناهم منذ قليل فأن باريس ليست برلين. سمر. شكرا.